لابد من الولادة وإن كان وإن طال الزمن. قيصرية أم غير ذلك فستلد صحبة طيبة إن شاء الله. شكرا لك. اسمحوا لي نأخذ هلأ مداخلات أسئلة. تفضل. جهاد الزين بيروت شريف النهار. سؤالي موجه للإخوان الأربعة ما عدا الأستاذ مجالي لأنه هو الذي أثار الموضوع. كيف ترون الإشكالية التي أثارها الأستاذ مجالي حول علاقة أزمة الإعلام بأزمة الهوية الوطنية؟ وما وبسرعة طبعا يعني دعونا نفهم دعونا نفكك المصطلح الذي استخدمه الأستاذ مجالي. ما معنى بهذه الحالة أزمة الهوية الوطنية؟ بس بشكل مختصر طبعا أنا بعتقد اللي بجاوب على هذا السؤال هو الأستاذ عبد الهادي المجالي، لأنه أنا شخصياً لا أعتقد أنه في أزمة هوية في الأردن. الأردن بلد قومي نشأ على القوميين العرب. لما إجا الأمير عبد الله في بداية عهده كانوا اللي بيحكموا الأردن هم الحزب الاستقلال السوري واللبنانيين والدروز والعراقيين والشوام والفلسطينيين والحجازيين. الأردن نشأ قومياً وما زال. الأردن تركيبة فسيفسائية جميلة. يقولون دائما مصطلح الأردنيون من شتى المنابت والأصول. أنا شخصيا أقول الأردنيون من شتى المشاتل وليس الأصول، لأنه من كل زهرة من وطن عربي في عنا أردني جاي من العراق أو من سوريا أو من لبنان أو غيرها. أول رئيس وزراء أردني كان درزي اسمه رشيد طلع، وكان هناك سعيد المفتي الشركسي، وكان هناك سعد جمعة الكردي. الأردن ليس فيه أزمة هوية. أنا بعتقد الأردن فيه أزمة حكومات تثير أحيانا ما يسمى بالخوف على الهوية الشرق أردنية. وأنا بعتقد أن الاندماج أفضل وحدة تمت في القرن العشرين هي الوحدة بين الأردن والضفة الغربية عام 50، والتي لم يكتب لها النجاح، والتي على إثرها تم اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول في المسجد الأقصى. أنا أعتقد أن الأردن قوي بهوية الأردنية الجامعة التي تؤاخي ما بين الجميع تحت مظلة القانون وسيادة القانون. والدستور الأردني قال الأردنيون سواء أمام القانون، وهذا هو احنا عرفنا الأردنيون أمام القانون سواء. ما قال من أصل وفصل، بمجرد أن تحصل على الجنسية الأردنية وجواز سفر الأردني أنت أردني بكل المقاييس، يحق لك أن تتولى الوظائف العامة كاملة. وانا ما بعتقد انه في ازمه هويه وطنيه في الأردن. احيانا حتى بدون ما يكون معك جنسيه احيانا في الأردن. واحيانا بكون اذا بدون ما يكون معك جنسيه. تفضل استاذ فهد. لا شوي في مقاربه مختلفه رأيي. انا بعتقد انه في ازمه في الاردن، في ازمه هويه في الاردن متعلقه بالظروف التاريخيه لنشوء القضيه الفلسطينيه، هذا امر واحد، ووجود يعني طابع ديموغرافي لتركيب المجتمع. لكن في أزمة أشمل، هي أزمة الدولة الوطنية في العالم العربي، ليس فقط في الأردن، فقط الدولة الوطنية العربية في أي بلد فهو معرض دولة الوطنية للاهتزاز، فما بالك في الدولة الوطنية العربية. أتحدث الآن أن الكفاءة والشرعية اهتزتا، ففي وضع صعب الدولة الوطنية العربية. في الأردن نعم هناك إشكالية حقيقية في السجال الدائر حول الهوية والتركيبة والمستقبل والمسار، لكن أزمة التحولات التي عاشتها الدولة الأردنية في العقد الأخير هي التي وضعت البلاد أمام أسئلة ليست مسبوقة حول مصير الدولة إلى أين نذهب. تحدث عنها الزميل عبد الهادي بشيء من التفصيل حول خيارات الدولة ومسارها السياسي ومآلاتها. هذا انعكس أيضا على الإعلام بشكل أساسي. الإعلام نعم بفعل ظروف موضوعية تحسنت قدرته على التعبير عن نفسه ورفع سقف الحرية بالسنوات العشر الأخيرة، لكنه أيضا تعرض لانتهاكات فاضحة وفادحة في 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 نفس هذه الفترة. ويعني أيضا الدولة ساهمت إلى حد كبير في سياساتها ومواقفها الإعلامية وغير الإعلامية في تكريس حالة أزمة الهوية في المجتمع الأردني عبر سياسات ممنهجة اعتمدت مبدأ المحاصصة وليس الإصلاح السياسي للمجتمع. شكرا. شكرا لك. ناخذ مداخلة أخرى. تفضل أستاذ محمد خروب من جديد. منيح اللي محلتيني أجاوب والله، لأن كنت محتار كيف بدي أجاوب. إحنا لأنه الوقت بداهمنا فبدنا مداخلات أكثر. أنا أنا سؤالي بتيح لك الإجابة لأن بدي أعيد تالي الإجابة فيما يتعلق بالأزمة. أنا كنت بدي أسأل صديقي الأستاذ، لا أنا بدي أجاوبني بس قبل أجاوب. أنا
كنت أتمنى إنه صديق عبد الهادي يتعرض إلى ما مسألة الأزمة. أنا بتفق مع الأستاذ فهد إنه في لدينا أزمة. الأزمة الهوية هي جزء من هذا اللي بهب على من العربي. الحالة الأردنية قد يكون لها خصوصية ديموغرافية، لكن في سؤال أكثر أهمية. إنه هذا الإعلام الأردني المأزوم بتأكيدك إنه وبإقرارك ومعرفتك إنه مأزوم تحول إلى كتائب إعلامية لم يحاول أن يفكك الأزمة أو حتى أن يشخصها أو أن يذهب باتجاه محاولة تخفيف هذه الأزمة. لا، الإعلام الأردني ساهم بموضوعية وبذاتية، زائد التدخل الحكومي اللي أشار له الأستاذ فهدي ما أدى إلى تجوف. أنا ما بقدر إني أتحدث وأنا في موقع إعلامي بصوت السياسي مشان أنعي على السياسي أو جماعة الديجيتال أو سميهم ما شئت. أنا سؤالي كيف يستطيع هذا الإعلام أن يخرج من أزمته، أن يمهد وليس يخلق بسلام اجتماعي داخلي، أن لا يكون عبء على المجتمع ويكون إما مجوفا أو متحولا إلى كتائب إعلامية. هذا هو السؤال. يسمى بالكتائب الإعلامية. ممكن تفسر لنا شو الكتائب الإعلامية؟ أنا كإعلامي ممكن تقول لي يعني في كتائب إعلامية من أصول معينة ضد كتائب إعلامي. لا. كتائب هاي من الاصطلاح لبناني لا نحب أن يكون في السياق في الليبي. اصطلاح ليبي. ليبي أرجوك. كتائب مش ما. يعني كتائب مع الحكومة وكتائب ضد، يعني إحنا زي كتائب القذافي يعني. في أردنيين لهم وجهات نظر. أخ محمد أنا اسمحي لي أنا أتدخل لأنه وصلنا إلى حد أنه أصبحنا وكأنه الأردن في أزمة. الأردن مش في أزمة، الأردن أقوى من أن يكون في أزمة الآن. في إمكانية أوضح قبل أن تمثل. أيوة أرجوك، لأنه في عندنا مستمعين عرب تفكروا الآن أنه حاملين رشاشات أردنيين من أصل عراقي ولا فلسطيني ضد أردني أصل أردني، وكل واحد عنده موقع إلكتروني بسبعة الثاني. مش هيك الأردن. لا انت هيك فهمنا. اذا انت فهمت كل طالبني بالتفسير اما لا تقول نورة في الحوار او لكل مجموعة اقتصادية او سياسية او اعلامية الها جماعتها ميليشيا الها ميليشيات بس هذا السؤال استاذ يعني في كل اعلام ليس فقط في الاعلام الاردني عشان نكون واضحين بس ست نورة ليس فقط بالاعلام الاردني في انا لانه بالنهايه انتهى الوقت فاذا بدنا ناخذ بس اخر سؤال وسؤال سريع بس اسمح لي بس استاذ محمد اسمح لي على السريع. انا بظن الاعلام ادى دور والاعلام خاض معارك خطره. العرب اليوم استطاعت اسقاط رئيس الديوان وهذه حقيقه. العرب اليوم قاتلت ضد رئيس ديوان انتهج نهج اقتصادي وانا يعني اشتغلت معه وبعرف هذا النهج. انتهج نهج اقتصادي سيء وقاتلت الأستاذ فهد من الناس الذين قاتلوا بضراوة وبشراسة واستطاعت إسقاطه، وفي نفس الوقت استطاعت إسقاط مدير مخابرات واستطاعت إسقاط رئيس وزراء بال 97 في أزمة المي وكنا شركاء في يعني ما بصير تقول إنه الإعلام أو نتهم الإعلام. لا، الإعلام مقاتل في بعض قضايا مفصلية استطاع يعني تيار الديجيتال هذا اللي كنا مستائين منه. الصحافة قاتلت والصحافة هي أول من عراه والصحافة هي أول من كشف قصة غربي ولا شمالي ولا جنوبي. وأنا مؤمن أن المصلحة الوطنية جامعة ونحن جميعا. الأستاذ باسم بالفترة الأخيرة من جملة كتاباته يعني قاتل بشكل ضارع عن جماعة 24 أيار وما حدث بس حتى آذار. بس حتى نتذكر شغلي أنا بقول 24 الشهر دائما عنهم بس حتى نتذكر مسألة مهمة أن الديوان الملكي كان محصناً في فترة من الفترات واستطاعت تمنيت أن تكون صحيفة الرأي أستاذ عبد الوهاب لكن صحيفة العرب اليوم استطاعت أن تكسر حصانة هذه المؤسسة واستطاعت بتأثيراتها أن تقود إعلام أردني مستقل خلفه جميع ويجب أن نعترف بهذه القصة. طب احنا خلينا نكتفي بهذا القدر خلينا نكتفي لأنه مهم من الباب حكولي أنه بكفي تفضل. حكى الإعلام احنا مشكلة في إعلام الحكومة والإعلام الدولة هذه مشكلة فينا احنا صحفيين. كنا في التلفزيون الأردني يعني صراحة كاتل مع مكتب رئيس الحكومة كان التعامل مع الديوان الملكي أسامة التعامل مع رئيس الحكومة مش يحكي رئيس حكومة واحد متعاقب. بالنسبة لأستاذ فهد يعني شوف كثير مع الفيسبوك وصادق العدوان أستاذ فهد تحط الناس بطلعهم على ما يجري يعني تحط إيده على جوهم صراحة بعجبني كتاباته بعكس بعض الزملاء بدي أختلف مع الأستاذ باسم إنه احنا فينا مشكلتنا الصحفيين مرتبطين حكاها الأخ في المصطلح
انا مع رئيس ديوان فلاني، انا مع رئيس وزراء فلاني، انا لي علاقه مع مسؤول، هاي مشكلتنا احنا الصحفيين. هذا مرتبط باللي حكى الاستاذ عبد الهادي بالعطايه. انا صحفي لما اخذ عطيه اكيد بدي امدح رمضان ولا بدي امدح فهد ولا امدح باسم، هاي مشكله فينا احنا. وبالنسبه لحكى الاستاذ سمير، المواقع للاسف كمان المواقع فيها شخصنه وفيها يعني ما فيهاش مهنيين بحكي عنها الاستاذ سمير. انا بقرا كثير من الواقع بشكل عام، موقعه بشكل عام انا لي خلاف مع فلان بقول هذا مش شيء. انا لازم اطلع المواطن اقول يا عمي عم بيصير، مش انا موقع احكم، اصير انا بدي احاكم وانا اصير القاضي. أنا كنت بتمنى إنه نرد عليك بس إحنا قاعدين بيقولوا لي إنه خلاص أنهي. شكرا لكم، بذكركم إنه في استبيان على كل كرسي تعبونا إياه تقييم للجلسة لو سمحت.